ولا اذا ايه عضتني جامد عضتك جامد ازيك يا ابطال النهارده بقى اخويا جاي لكم تحدي جامد جدا جدا في ايه اقعدي يا اختي يا ماما في ايه يا ماما ومعانا يا جماعه النهارده سجوده القمر ايوه بقى والجيمه ضيقه جيبت ايه؟ انا اسف وانت ايه؟ فكرة التحدي وهو العملاق ضد المتوسط يعني هينزل حاجة كبيرة او حاجة متوسطة او حاجة صغيرة وهو حظه تكون حاجة حلوة او حاجة وحشة والمفروض يخلصوا قبل التاني وهنشوف مين اللي هيكسب انا اللي هكسب اما نشوف يا اختي انا اللي هكسب ايه الجو المهم يا جماعة نركز جدا عشان ممكن ينزل لنا حاجة من المقاطعة لو في حاجة نزلت من المقاطعة قول لنا في التعليقات عشان نعاقب اللي هينزل لنا الحاجات دي وقبل ما نبدأ التحدي ما تنسيش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ويلا بينا ودلوقتي يا جماعة دي ورقة فيها ثلاث ورقات ورقة مكتوب فيها كبير وصغير ومتوسط انا كبير هنلخبطهم وهنشوف بقى مين اللي هيكون حظه حلو او وحش هتلخبطهم يلا نزل واحد اتنين تلاتة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم كبير ايه ده كبير صغير كبير يلا بينا صغير انت كمان تاني ده انا كل مره انزل وكل شويه غم عندنا يا ابني انا عايز دي طيب لا اهدى شويه بشوف اللي هينزل لي انا خايف ينزل لي حاجه كبيره وحشه الحاجات الصغيره دايما بتبقى عصف عشان بس ايه ده انا شايف ريحه خضار محشي وانا شايف ريحه برضو هو في حاجه محشي برضو ايه ده وايه ده ده متوسط ام زرطان انت لحقت كلتي احنا كل ده ازاي يا نهار اسود يا ابني انت عايز قرود يا ابني انت جاي فعلا ولا وبعدين من هنرمي من حلحات او مثلا لا 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 ما ينفعش هات كده دلوقتي يا جماعه انا المفروض يعني اخلص ده الاول تمام لو نخلص الاول اكسب اه بس انا مش عايز اكسب بصراحه انت عايز تكسبي هو اللي كسب بسرعه بس ايه مشكله انا كسبت كسب وانا كسبت اكل بقى لا احنا قاعده كان راحتنا احنا مش بنبسط خلاص والنبي اطمن اي قاعد كده اخلع انت بجد بارد انت بارد سيب ناكل الموز بتاعي هنعمل ازاي خلينا 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 ممنوع نغش في التحدي صح؟ صح خلاص مش هغش تاني والله مش هغش تاني لاحظت اني بعد الفيديو كونجر مدرب دفاع عندنا مش هيقول نفسه ايه ده؟ طب واحنا؟ هات هات ظريتهم دول ولا جايبين يلا يلا في احلى من كده دي قصه حب على شاطئ الهوى اجمل حب انا كده كسبت اما نشوف التحدي اللي جاي ينزل لي ايه ويلا مين على التحدي اللي بعده واحد متوسط لا لا بقى صغير ايه اللي احسن ان انا بيه ده معنينا قال لك ايه انا بقيت نحس قوي انت مديني واحده زياده ليه لو سمحت يا رب الحاجه الصغيره اللي تنزل تكون حلوه ماشي طالب اكتر من كده مش عارف حاجه حلوه ليا ايه ايه شوف وان ايه ده ايه ده ايه ده سات انا طب احنا نبدا ونفتح الكبير الاول مش عارف اجي استنى استنى شوف انا بقى طب انا نازل لي ايه انا راضي بقليل يا جدعان والله مش قوي كده ده باين ده يا ابني بسم الله حاسس ان نزل السلسله ذهب حاجه فاضيه فرحانه طب كلي وايه ده هناكل ده طب ده برجر اه امال ده ايه مفيش لحمه اصلا لو انت شلت من عندي حاسس عندها ها ناكل برجر ده وندوق اسمه ده ولا حاجه بس انا هريحك يا رب هريحك هاتي دي كل والله العظيم لا انا هاخد هيك انا واحده ارجع اخد واحد صغير استنى انت
القرن ده. عارف ايه المهم؟ ايه المهم؟ الاستمتاع. يعني مش مهم المكسب، مهم الاستمتاع؟ بس كده. ممكن يكون فيها كوب صعب. اصعب من الاكل. طب وانا اشمعنى ما نزلش غير الحاجه المعفنه الصغيره دي؟ اقول لك على حاجه؟ ايه؟ احمد ربنا عشان ممكن يكون طالع لك حاجه كبيره بس وحشه. اه زي ده مثلا يحرق ميتين ام الانسان على الصبح. انا نفسي بجد اطمع بقى هتقوم من زلمه بعناني. بص ايه ده؟ ابويا زمان طعمه حلو قوي. ست ما تربيتيش عيب، احترمي نفسك. حاسه لمسه السبايسي. اه اه اطمع واحده عيب. يوم ما تبقى طلبت الحمضة. القمر ده رايح على مين؟ شوفوا محلى أسرتنا. هو اشمعنى أنا؟ وأنا وأنا. الورمة. لا. هتقطع معايا الحمضة دي. الطماطم بالسعودي يعني ايه؟ بندورة. انا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة. حمراء. دول تقلص قوي من دول عشان مش عارف ليه. يا جماعة هو كسب في الجولة دي، ولكن احنا مستمتعين ونشوف بقى اللي هينزل اللي جاية اصعب كمان. ايه اللي انت عملتيه في السندوتش؟ مش عارف ايه ده والله، يعني حتى بص اهدى 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 خلاص يا عم اهدى اهدى اهدى. وهنا يا جماعه بتقول لي اعمل في حسين مقلب واكله الحته دي مليانه شطه. حلو يلا من على التحدي اللي بعده. اقلب الاول. انا عارف ان انا حظي بقى. اقلب الاول. جاهزين؟ يلا 1 2 3 صغير كبير كبير. السلام عليكم. انا حاجه حلوه وانا متحمس عشان انزل لها حاجه كبيره وجامده. يلا ها ايدك. ايه ده؟ سيم ايه؟ بصوا ده ايه ده؟ ايه ده؟ عروسه يا ابني انا راجل. بصوا يا جدعان افتح لك افتح لك هديتي. اه بس عامله ازاي؟ والله ما ينفع والله عيب عيب والله. دلوقتي يا جماعه انا هعمل اللي نفسي اعمله من زمان. لا والله بينسى والله بينسى والله بينسى والله. سيبني عليه. عروسه جايه العروسه دلوقتي يا جماعه. العروسه قمر بس عايزه الستر طلع. رجليها عامله كده ليه؟ دي معوقه. هاتها لي كده. انا عايز خلاص والله. خدت الصدمه بقى. انت بتعمل ايه؟ تصوير ايه؟ انت محروم يا ابني. اه والنبي زباني. عايز نص ايه؟ تعمل ايه؟ ودلوقتي يا جماعه التحدي اللي بعده. ايوه ايوه بسم الله. يا رب اسمع. كبير متوسط صغير. تعالى يا اخي بس يا رب. انا متحمس. متوسط دايما بيبقى حلو. الله يسامحك. يلا 3 2 القرف ده. ايه اللي هنا بقى؟ افتح. افتح ايه؟ هو عشان عملاق لازم تخبوا لي؟ ايه ده اللي جوه ده؟ القرف ده يا جدعان. ده طعمه حلو؟
تعالوا بقى يا جماعه نشوف ايه اللي موجود في البوكس هنا. انا انت الاستفهام ده مطمني. ايه في ايه في ايه حاجه ولا ايه ده؟ يا عم والله العظيم جبت عليا زعلك والله يا عمر. هو بيضحك قوي ومبتسم ليه وعارف ليه وعارف الفيديو ولا ايه؟ بيضحك للكاميرا والله يا كرك حديثة. ودلوقتي يا جماعه اللي كسب الجوله دي مين؟ سجونة. مش مشكله مش عارف ايه الحظ ده. واحد كبير بسم الله يا رب. انا صغير كبير يا جدع يا رب. ايه بقى؟ واحد اثنين والله بقول لك انت متفق معاهم؟ لا كل مره ينزل لك حاجه حلوه كبيره. حظ رزق. لا بس انت بقى بقول لك ايه تفتكر ينزل لنا؟ اكيد ينزل لك حاجه هبله. يا رب تكون حاجه كبيره وحلوه. حلوه زي المره اللي فاتت كانت منيله في 60 نيله. مش عارف ينزل. المفروض ينزل حاجه كبيره. رب ايه اللي ينزل؟ 3 2 1 ايه ده؟ ايه ده؟ هو ايه ده؟ دي لا ده اسمه ايه؟ قرع عسل. قرع عسل؟ يلا بقى ناكل نشوف اللي خلص الاول. بسم الله. ده بنجر بس الكبير معلم ده. الله استني بقى استني عشان ايه؟ بجد مش بيتاكل عادي؟ لا بيتاكل. يعني الجزء ده بيتاكل؟ ايوه. وانا خلص دي كلها ازاي؟ بقول لك ايه انا شوف لي ماليش دعوه انا مش هاكل دي بقى. يلا كل هو كله بتصعب خلاص والله. الله انت هنا ده بيتحط مع ال نعم حلو قوي بجد. سؤال صغير هتاكلها ازاي اصلا دي كبيره جدا صح؟ كبيره هتاكلها ازاي؟ ايه رايك؟ الله فكرة. لا الله عملت كده ليه؟ عشان اقول لك طعمها عامل ازاي. ممكن برضه. الله معلش 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 القرف. طب حد ياخدها منك لو سمحت في البنكر بتاعك. حاضر. ده لب بتطلعه قزز قوي. ده لب اللي جوه ده بقى خدوه طلعوه وحطوه في حله وخدوا ده. والله انتوا بتعملوا كده؟ بعملوا بس. امال هي جابت الكلام ده منين؟ جماعه بصراحه لا صعب قوي صعب قوي. مبسوط يا اخويا من التحدي بتاعك اللي طلعت. والله اشبعت. ايه ده عباره عن ايه؟ دوقها كده؟ دوقتها زفت. مبسوطه بالبنكه؟ انا هتبخ من جوه. حاولت اعمل حاجه مش فاهمها. خد القرف ده. خد لي كمان. افتح لك دي؟ لا لا لازم اساعدك. ما ينفعش. هساعدك لا والله انا كمان وانا كمان ممكن اساعدك. لا 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 والله العظيم هساعدك. انا اساعد انا. انا اللي ساعد. ده تساعد ليه؟ لا على فكره معايا. سؤال هيفضل يكبر يكبر لحد ما يعمل ايه؟ سؤال اتعور. واو سؤال. انا اول مره اشوف حد ارخم مني. انت واكله مانجا ورايقه من الصبح. بقول لك ايه؟ انت ما تطلعيش معانا التحديات تاني. جماعه اللي مش عايزه في التحدي بعد كده يدوس لايك، اللي عايزه في التحدي يضغط اشتراك، وما تضغطوش اشتراك عشان انا مش عايزها. حبيبي عمل الواجب ولا حقك على راسي يا حبيبي سوري. ماما عادي ماما ايزي ماما دونت توري. بس هقول لك لو سمحت عشان نخش على الجوله اللي بعدها ما تيجي خلاص. على فكره كسبت. مالكش دعوه مالكش دعوه بيا. من كل الدنيا دي اخترت هواك. مش في اي حاجه. مش في اي حاجه. سيبوها نام. لعبنا فيهم عشان ينسوا. انا العظيم كده كفايه. خلاص خلاص خلاص. ودلوقتي يا جماعه التحدي اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. صغير. متعصب. متعصبت مني. يا رب يطلع لي حاجه كويسه. يا عم اللي بعده. اتقطعتها.
يلا يلا غم عينيك. غم علينا. بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ غم عينيك. يلا طلعت على البرد. يا رب ينزل حاجة حلوة يا رب. آمين. يا مين ايه؟ كده مش هينزل حاجة حلوة. يا رب ينزل حاجة حلوة يا رب. آمين. يا رب تكون الحاجة طعمها لذيذ وطعم. يا بنت اصبري عشان الدعوة تلحق تستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 2 1 ايه ده؟ ايه ده؟ اوه ابيض. مش هترجع عشان ما معانا كل خالص عشان بيجيب لي كحه. وانا شغلت كده. بابا قالت لك، بابا قالت لك مش هينفع تاكل ده عشان هيجي لك كحه؟ الكحه من هدومي. تعيب رخم. خلاص خلاص صل على النبي. وهنا يا جماعه بحاول اخليها تضعف اشوف هتاكل ولا لا. كتير قوي ده، كتير قوي يعني. الموضوع ده مش بيغريكي عشان خاطر كلك معلقة؟ لا. ده طعمه حلو. لا. طب احنا يا جماعة ماما قالت لي ايه؟ ما تاكليش حاجة تأذيكي وتزعليني منك يبقى اسمع كلامها. يا جماعة عشان هي طلعت جدعة جدا وشاطرة جدا احنا نحرم نفسنا برضه من الهدوم. انا عايز اكل. هو احنا تقريبا محرومين. انا عايز اكل. لا لا انا هاكل. يا ابني انت ما عندكش احساس. ولا عم نفسك. ولا عندك. هتاكل ازاي وهي نفسها في ايه؟ بص شو اكل. اخليه ياكل عادي. الله يبارك. والله انت عسل 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 واحنا هنا قوي. وبما اننا وصلنا لاخر فيديو نشترك في القناه وفعل زر الجرس ونعمل ونوصل الفيديو كم لايك؟ 600 مليون لايك. عايزه كم لايك؟ 2000 مليون لايك. يا الله عليك. جماعه لو عملنا 150 الف لايك هنعمل بارت 2 في الفيديو ده. انا شايف ان هو زي الفل كده. 70 الف لايك. 70 الف لايك؟ نوصل 70 الف لايك. 70 الف لايك. سلام.